بسم الله الرحمن الرحيم، بشرح لكم اليوم قواعد شابتر 11 من 1 إلى 3، وهي كلها مباشرة وعلى الفهم، بس يعني إن فهمتوا الفكرة الأساسية خلاص الباقي كله حيكون سهل. طيب، فأول قاعدة بتتكلم عن استخدام A وAn، وإحنا عارفين إن A وAn عبارة عن articles، والarticles ما تجي إلا مع المفرد. طيب، فالكلام هذا كل بلخصكم إياه في جدول واحد. A متى نستخدمهم؟ A نستخدمها مع حروف الفاول، وA بنستخدمها مع بقية الحروف الإنجليزية اللي نسميها constant. تمام، فحروف الفاول الكل عارف إنها هي عبارة عن A E U I و O. تمام، وحروف الكونستنت خاصة بأنه كل باقي حروف الإنجليزية، بس هنا حيكون في عندنا استثناء بسيط. حرف اليو من هنا بنشيله، بيكون له استخدام خاص فيه، وحرف الاتش من هنا بنشيله، بيكون له استثناء كمان خاص فيه زي اليو. فلما تشوفون حروف الفاول A E I O بتستعملون آن، تشوفون بقية الحروف الإنجليزية بتستعملون A ما عدا الاتش واليو. طيب، فننزل الأمثلة هنا. يقول لك أول شيء I live in apartment. apartment تبدأ بحرف الـ A من حروف الفاول، نحط آن على طول. I live in old building. old تبدأ بالO، الO من حروف الفاول، فنحط آن على طول. I have a pencil. B من الكونستنت، الحروف الباقية الإنجليزية ما عدا الفاول، فنحط A على طول. I live in a, I have a small apartment. small تبدأ بحرف الS من الحروف الكونستنت، نحط A على طول. تمام، الحين نروح نتكلم عن الاستثناء حق اليو والاتش. اليو والاتش من الحروف اللي مرة تنطقينها كيو وكها، ومرة تنطق كألف. إن مثلا في المثال هذا عندنا أمبريلا أقلي، ومرة تنطقها كيونيفرسيتي أو يونيكيو. فهنا إيش بنسوي لما ننطق اليو والاتش كالحرف الحقيقي حقها؟ إن مثلا بالنسبة لليو أول شيء خنمسكه، لما ننطق كيو هنا بنستعمله مع إيش؟ مع الآ. لما ننطق كيو يعني زي لما نقول university أو unique experience، نطقناه كذا يو. تمام، هنا بنستعمله مع الآ. بس لما ننطق كحرف الألف، وإحنا عارفين الألف الآ، معلش إحنا عارفين الآ من الفاول صح؟ فلو نطقت كأمبريلا أقلي بيكتشر زي المثال اللي هنا أمبريلا أقلي، نطقناها ألف. فهنا إيش بنسوي؟ بنعامل معاملة حروف الفاول الآ، فنحطه مع الآن. تمام، فننطقناه يو نحطه مع الاي، ولو نطقناه كآ يعتبر كأنه فاول، استخدام الفاول، فنحط آن. نفس الشيء مع الاتش، لو نطقناها ها كهنا هوليداي ننزلها مع الاي، لو نطقناها اي كأور ننزلها مع آن، لأن احنا عارفين الاي من حروف الفاول، الفاول يجمع آن. تمام، فهذا بالنسبة لاستثناء اليو والاتش، بس الباقي نفس الجدول هذا اللي فوق موجود. فمع الأمثلة خلينا نحل الأمثلة الحين تفهمون فيها أكثر. abbreviation نطقناها A فيصير نحط معاها an. a dream constant نحط معاه A. interesting I حروف الفاول نحط an. empty E حروف الفاول نحط معاها an. box B constant نحط معاه A. uniform هنا لما تشوفون حرف اليو على طول الاستثناء، نطقناه كيو ولا نطقناه كأ؟ نطقناه كيو uniform، ما نطقناه uniform، فصير نحط A. نعامل حرف طبيعي. email E vowel نحط an. untrue story نطقناها كيو كيون true story أو untrue نطقناها كأ، وأ احنا عارفين ان من حروف الفاول يصير نحط معاه an. طيب، urgent message نطقناها A مو urgent message، فبنعملها معاملة الفاول A، فايش نحط معاه؟ an. universal نطقناها universal مو universal، بما ان نطقناها U نعملها كأنها حرف طبيعي اللي هو A. unhappy نطقناها A مو unhappy، فنعامل كفاول الA نحط معاه an. hour or two ما نطقناها hour، ننطقها hour حرف الاي، واحنا عارفين الاي من الفاولز، فيصير نحط an.
hole in the ground نطقناها ها نستعملها ك vow ك constant معلش فنحط a hell نطقناها h مو l فيصير نحط a a handsome نطقناها كمان ها نحط constant a honest مال مو honest حطيناها نطقها الالف فنعمل معاملة الفاول an honor وليست honor فنعاملها معاملة الفاول الـ A نحط on. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى. تمام؟ القاعدة الثانية count and non-count nouns. count and non-count اللي هي الأشياء اللي بدك تعدينها وما بدك تعدينها. زي بالنسبة للعربي عندنا يمدينا نقول قلم قلمين كرسي كرسيين بس ما مدينا نقول واحد أثاث اثنين أثاث لأن أثاث تعتبر مجموعة وفي تحتها يدرج أكثر من شيء زي سرير مكتب لمبة أي شيء لما ما تجي بس اللي هو يعني وسط الفكرة. طيب فإذا كان شيء countable نقدر نعده بنستعمل معه أشياء للسنجلر وأشياء للبلورال. السنجلر نستعمل a نستعمل one وكمان نستعمل an بس خلوها على جنب. طيب والبلورال نستعمل معه الأرقام الثانية يعني الحين أنتم عارفين لو كان عندكم مثلا بس واحدة تقولون one cat لو عندكم أكثر من بس تستعملون three cats four cats five cats okay فبقية الأرقام ما عدا one وكمان some تجي للبلورال كمان. طيب فمثلا هنا share واحد مفرد نستعمل معه الارتيكل a لأنه يبدأ بحرف c ويعتبر constant أو أقدر أقول one share يعتبر كمان مفرد لأنه كرسي واحد بس إن قلت two chairs three chairs صار عندنا بلورال صح فنستعمل معه two three الأرقام ولا ننسى نضيف الاس بس هنا chairs لحالها بما أنها جمع ما مدينا نضيف ما مدينا نستعمل الارتيكل a. طيب وكمان في البلورال للأشياء الغير معدودة يمديكم تقولون some chairs some bins some cats لما يكون شيء جمع وcountable نستعمل some. طيب بعدين هي non-countable اللي هي شيء يكون تحت مجموعة أشياء زي ما قلنا الأثاث عندنا furniture بما إن جمع ما يمدينا نحط معاه a وبما إن كمان جمع ما مديك تقول يعني واحد أثاث اثنين أثاث ثلاثة أثاث فما مدي نستعمل two أو ثلاثة ما مدي نستعمل one ما مدي نستعمل أي شيء. إيش الشيء الوحيد نستعمله معه هنستعمل some إنه بعض الأثاث some for ten. طيب فصير الملخص لما يكون عندكم countable ولا uncountable يمديكم تستعملون some في الحالتين هنا some بس الشرط حق non-countable إن يكون مجموع يعني ما مديكم تقولون some chair وهو كرسي واحد لازم تقول some chairs أكثر من كرسي. طيب أو some المجموعة أشياء some for tenor okay أو إذا كان عندكم شيء singular تستعملون معاه one إن حاجة واحدة أو تستعملون معاه articles a إذا كان constant الحرف حقنا مو vowel أو إذا كان u ينطق ك u مو ك a. تمام فخلونا نشوف المثال. المثال هنا حيتكلم بس عن المثال اللي فوق شفناه هنا حيتكلم عن chair والfor tenor بس تحت بتشوفون أمثلة أكثر للcountable and non-countable بس هتكون نفس الفكرة اللي هنا. طيب I bought one furniture for my apartment إحنا عارفين إنها مجموعة أشياء ما ينفع نقول واحد أثاث فبنعدلها السم. طيب هنا يقول لكي correct the sentence إذا كانت صح حطي صح جنبها I bought four chairs for my apartment chairs شيء كرسي واحد أو يعني كشيء يمديك تعدينه كرسي كرسيين ثلاثة كراسي أربع كراسي فهو قال أربع كراسي يعني صح عليه يصير نحط صح أو يمدي كمان يقول some chairs لأنها بلورال. طيب هنا قال I bought a chair for my apartment a chair مفرد إحنا عارفين مفرد يجي معايا رقم 1 يا حرف ال article a لو كان constant فيصير يعتبر جملة حقتها صح واللي فوق محلتها I bought four fortuner for my apartment fortuner أثاث ما ينفع نقول أربعة أثاث فحيكون هنا عندنا غلط ونعدلها لسم نعدلها لسم I bought a fortuner for my apartment fortuner أثاث وكمان مجموعة من الأشياء ما ينفع نستعمل معاها الارتكل حق المفرد فنحطها سم I bought some chair لاحظوا إن some chair for my apartment هنا يمديكم تعدلون chair تحطونها chairs عشان تصير جمع ويمديكم تشون some chair وتحطونها a chair أو one chair تمام فلأن some ما تجي إلا مع الجمع chairs chair لحالها المفرد يجي مع one أو a
I bought some Fortuners for my apartment. Fortuners أساسا هي Fortuners جمع. إحنا تكلمين جمع ما عندك تقولين يعني الحين بالعربي أثاث ما ينفع تقولين أثاثات. فلاحظوا إن هنا ضاف لكم S. لما تكون كلمة جمع ينفع أضيف لها S كأني أقول children's كأني أقول children's صح إني أقول children's رغم إن children أساسا مجموعة من الأطفال غلط. فهنا حنشيل حنقول غلط وحنشيل الاس حقها بينما سم صح حقتها لان حط سم مع فورتنر لان فورتنر مجموعة من الاشياء. فهنا حتكون القاعدة الاخيرة نون كاونت ناونز بيعطيكم امثلة على الاشياء اللي نعاملها زي معاملة الفورتنر. طيب فهنا صراحة حيكون اللعب احس في الاسئلة فاحس هذه كلها حتكون حفظ او قلها حاولوا تفهمون كيف الفكرة. مثلا نمسك اول شيء يقول لك ميل. ميل تعتبر non-countable. ليش non-countable؟ لأن تحتها يدرج مجموعة من الأشياء يمديكم تقولون منها. يعني لما أقول لك أنا وصلني ميل يمديك تقولين يعني كأن أنا وصلني letter وصلني bills وصلني postcard. يعني في أنواع كثيرة من الميل فما ينفع تقولون هنا I got like one mail two mail. لا لازم تستعملون معاها بس some mail. ما ينفع تقولون mails لأن أساسا هي جمع. بس بالنسبة للأمثلة هذه يمديكم تقولون I got one letter, two letters, I got a letter, I got a bill. انت بوجهون الاسم انه مفرد او I got some bills, I got three bills كمان. فهنا كمان حيقول لك الفروت. الفروت احنا عارفين تحتها حيكون اشياء كثيرة اللي هو تفاح بطاطس تفاح اورنج او موز. فما ينفع تقولون بالعربي انا ابغى واحد فواكه او اثنين فواكه او ثلاثة فواكه لانه في مجموعة اشياء تحتها. فهنا نعاملها معاملة الجمع النون كاونتبل بعد ما نستعمل معاها الا سم. I get some fruit, I bought some fruit. بينما الاشياء اللي تحتها حنستعمل apples مثلا اشياء معدودة عندي تفاحة تفاحتين ثلاث تفاحات فنقدر نقول I got a apple, I got some apples, I got one apple, I got two apples. نفس الشيء مع البنانز والأورنج والفاكهة الباقية. جيولري جواهر ما ينفع تقولين أنا عندي واحد جواهر اثنين جواهر ثلاثة جواهر لأن الجواهر تحتها أشياء كثيرة خاتم سلسال حلق أي شيء ثاني كمان. طيب فجيولري نعملها معاملة كمان النون كاونتبل لأنها كلمة مجموعة الأكثر من حاجة فما نستعمل معاها إلا سم. طيب بينما الأشياء اللي تحتها رينجز نقدر نقول I have some rings أو I have two rings خاتمين أو I have a ring أو I have one ring. كمان نفس الشيء مع الأشياء تحتها necklace مثلا I have some necklace لأنها جمع أو I have a necklace. a necklace لأنها مفرد انتبهوا للإس إنه حيكون هي أساسا نهايتها necklace أعتقد يكون نهايتها C لأنها حتكون مفرد. فهنا حط لكم كمان أمثلة ثانية على الأشياء اللي كنت تحتها مجموعة من الأشياء الثانية زي كلوز حيكون في عندنا كم نوع كلوز عندنا بلوزة عندنا بنطلون عندنا جاكيت عندنا أي شيء ثاني equipment food fruit fortune jewelry قلناها كمان money حيكون عندكم أكثر من نوع من الماني حيكون عندكم مثلا ريالات أنصاف مثلا كمان advice work هذه كلها حاولوا تحفظونها او على الاقل تفهمونها مروا عليها وحاولوا تفهمون ليش احنا نعاملها معاملة الجمع حقها. طيب فهنا انتبهوا في homework حجينا تحت على سؤال انتبهوا الهومورك انها تعتبر non-countable. طيب فخلونا نشوف السؤال. ايوه كمان اللغات تعتبر non-countable انه ما ينفع تقولين واحد عربية اثنين عربية ثلاثة فرنسية خلاص هي اساسا لغة ما ينفع نعددها. طيب ولا المواد واحد هيستوري اثنين ميوزك مرة ما يجي بس يمديكم تقولون مثلا بالنسبة للميوزك يمديكم تقولون two songs لأن السونغ تعتبر نوع من أنواع الميوزك الأغاني تعتبر نوع من أنواع الموسيقى. ما ينفع نقول one song two songs بس ما ينفع نقول one music or two musics. فا أوكي يلا نبدأ نحل. I got فراغ letter هنا إيش نسوي بنحط ال a an some أو an قلت لكم عليها أول سواء هنا كانت vowel بدون اليو إلا لو نطقناه كحرف الـ A ولا الباقي الـ A حيكون constant وحنقول some للبلورال أو non-countable. طيب for I got letter today letter
رسالة خلاص واضحة رسالة حتكون دقيقين one letter I get two letters I get four letters يعني تعتبر count. كمان يديكم ترجعون الجدول اللي فوق تشوفون إذا هي موجودة أو ما هي موجودة. طيب ف letter countable عندك تعدينها، عندي رسالة رسالتين ثلاثة رسائلات ثلاثة رسائلات ثلاثة رسائلات، فنحط معاها بما إنها بدأت ب L وبما إنها مفرد إيش نحط معاها constant حنحط A. I get mail. mail تكلمنا عنه إن أول إنه حيكون تحت أكثر من شيء، حيكون تحت letter، حيكون تحت فواتير، حيكون تحت postcard، فما ينفع تقول أنا عندي واحد mail اثنين mail ثلاثة mail. طيب بس هنا أبى أنبهكم على حاجة كمان، في عندنا شيء اسمه إيميل. إيميل اللي هو electronic mail هنا حنقدر نعده، حنقول I got one email two emails three emails، لأن خلاص حيكون الرسائل اللي تجيك على الإلكترونيك إيميل في الجوال أو الجهاز حقك. طيب بينما ميل ما لها أكثر من نوع. طيب فميل قلنا أنها non-countable، نحدد non-countable إيش رح نستعمل معاها، نستعمل sum. رينج قلنا أنه نوع من أنواع الجواهر، رينج تحت أكثر من نوع من الخواتم كمان لا، فسي بما أنه يبدأ بR constant نحط معاه A، بما أنه نقدر نعد نحط count. ماريا is wearing فراغ جيلوري today. جيلوري قلنا انها جواهر، تحتها سلسال، تحتها خواتم، تحتها حلق، كل شيء تفكرون فيه. طيب فبما انها تحتها مجموعات كثيرة فتعتبر نان كاونت، ما ينفع اقول واحد جواهر اثنين جواهر، فايش بنستعمل معاها سم. هومورك واسايمنت هنا انتبهوا، هومورك واسايمنت. هومورك هيكون عندك أكثر من نوع homework، يعني ممكن يكون عندك grammar homework أو from العمل حقك عندك homework أو writing homework reading homework math homework كمان، يعني حيكون عندك نوع أكثر من نوع من homeworks. ف homework بنستعملها معاملة non-countable ونحط معاها sum، بينما لو قلت assignment، assignment حتكون حاجة specific على أشياء معينة. كمان لو طلعت في الجدول فوق وتشوفون حاط homework بس ما حاط assignment معاها. طيب فassignment لما أقول لك assignment تبيك تقولين I have one assignment to do I have three assignments to do، بس ما ينفع تقولين I have three homeworks، وهذه أحس احفظوها أكثر من أنكم تفهمونها. فحنحط account بما أنها تبدأ بA، إيش نسوي vowel نحط on، بعدين information. information ما ينفع تقولين أنا عندي، بالنسبة للinformation تعتبر كأنها معلومات. طيب فما ينفع تقولون أنا عندي واحد معلومات اثنين معلومات ثلاثة معلومات، تتعامل زي معاملة الكلمات اللي أخذناها في الوحدة اللي قبل اللي كانت الجمع حقها الأكثر من شيء. طيب إنها هي تعتبر كجمع ومفرد بس إنها ما تتغير، زي كلمة فش مثلا. طيب ما أدري ليش لخبطتكم، اسحبوا على كلامي. خلنا نمسك الانفورميشن. انفورميشن ما ينفع تقولين واحد معلومات اثنين معلومات، ونحطها non-countable نستعمل معاها some. question يمكنك تقولين I have one question two questions، عندي سؤال سؤالين ثلاثة أسئلة مليون سؤال إن شاء الله. فبما أننا نقدر نعدها إيش نسوي count، تبدأ بQ اللي هو constant نحط A، وكذا خلصنا ثلاث قواعد.